عايزه اتكلم بقى عن الزيت شويه. اللي كان من فتره كده، من كذا سنه، اتوفى اخو واحد صاحبنا، اخو صاحب جوزي، كان عنده 27 سنه، كان جاله كانسر. وبعدين الموضوع ده جاب لنا كلنا شق، يعني كانت صدمه فظيعه. الولد صغير زي الفل، ما فيهوش اي حاجه خالص. فلما قعدنا مع الدكتور وكان بيتكلم في الحاجات، من اكتر الحاجات اللي بتعمل السرطانات، من اكتر الحاجات اللي بتسببها ان احنا بنستعمل زيت القلي كذا مره. فانا عايزه بقى النهارده اتكلم معاكم ليه زيت القلي بيعمل كده، ونستعمله ازاي، وامتى نستعمله مره، وامتى نستعمله مرتين، وامتى نستعمله ثلاث مرات، ايه الافضل لينا في الزيوت، وازاي احافظ على زيت القلي. يعني لو انا هستعمله مرتين او ثلاثه برضو لازم احافظ عليه من ان هو يكون متاكسد ويضرني. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الزيت لما باجي اقلي فيه بيرتفع لدرجات حراره عاليه، فبيتحلل وبيكون مواد مؤكسده. اللي احنا بنقول على المواد الكويسه مضادات اكسده، مضادات اكسده تمنع اكسده الحاجات دي في الجسم، بس مضادات الاكسده لوحدها مش كافيه في اكسده الزيت. اول حاجه الزيت بيتاكسد بقوه وبيتحلل بعد درجه حراره 200، يعني ما زودش الحراره عن 200 بتاعه الزيت. اعرفها ازاي؟ لو انا بقلي في الاليات الكهرباء دي هيبقى مكتوب درجه الحراره، لو انا بقلي عادي ما حاولش ان الحراره تبقى عاليه قوي في تحمير الزيت. ليه؟ لان الزيت زي ما قلنا هيتحلل، فبالتالي هيكونني مركبات ضاره. حاجه تانية اللي بتخلي الزيت يعمل مشاكل، ان انا لما باجي بقلي فيه مثلا السمك اللي هنقليه النهارده او بنقليه دلوقتي، بينزل من السمك ده دقيق وبقسماط في الزيت. فدي المركبات السما بتتكون من تحلل الاكل في الزيت، الدقيق والبقسماط ده هيتحلل في الزيت، فهيكون لي مركبات سامه. عشان كده لازم اخد بالي من نقطه مهمه جدا، ان انا قبل ما اجي اقلي فراخ، سمك، اي حاجه بانيه، لازم انفضها كويس من الزياده، من البقسماط او الدقيق او الكفر اللي عليها، من التغطيه اللي عليها الزياده، عشان ما ينزلش في الزيت كتير. لان انا هصفي الزيت صحيح، بس كل ما اقلل من الحاجات اللي بتنزل فيه كل ما كان افضل. في طريقه تانية كمان اعرفها من زمان، كانوا زمان بيعملوها ما كناش فاهمين ليه، يعني كان جداتنا بيعملوها ما كناش فاهمين ليه، وهي ان احنا بنقلي نحط فص ثوم او حته جنزبيل في الزيت. المواد الطبيعيه دي، البقدونس، الثوم، الجنزبيل، في كذا حاجه كده اهو، دول اللي حاضرني بصراحه من الانواع دي، بيمتصوا المركبات السامه من الزيت. فوانت بتقلي فص ثوم يتحط، لو انا هقلي في طاسه فص ثوم يتحط في الزيت، او قشره الليمون. احنا عصرنا ليمون مثلا على السمك، قشر الليمون ده هحطه في الزيت وانا بقلي، هيعمل لي حاجتين، هيقلل من المركبات الضاره، وهيعمل لي حاجه ثانيه، هيمص الريحه، الليمون بيمص روايح، فمش هتلاقي ريحه السمك ماليه البيت. قشر الليمون اللي انا حطاه في الزيت هيمص لي الريحه بتاعه السمك، ما ينتشرش كتير في البيت.